انا كنت في قصة الأمة. عشان اعالج الناس وهم نزيلوا على جون. انا ام اكبر وعاجل دكتور، عاجل كل اصحابي. مستشفى الأرمان في الأقصر سهلة العلاج بدل ما انا اسافر القاهرة. انا كنت اروح اسيوط اخذ من اسنا لحد اسيوط 6 ساعات، كان تعب. بحبك. عشان صعيد بلا سرطان ان شاء الله. اعمل خير بالتقسيط، ادعم مستشفى شفا الأرمان لسرطان الأطفال بالصعيد. بزكاتك أو صدقتك أو صدقتك الجارية، خلد اسمك أو اسم عيلتك، مجموعتك، خلد الاسم الغالي عليك بالتقسيط على 36 شهر بقسط شهري يبدأ من 325 جنيه إلى 675 جنيه. خير بالتقسيط عشان نقدر كلنا نشارك. أو ممكن تشارك بسهم ب 250 جنيه أو باللي تقدر عليه، واختار المستشفى اللي هتتبرع فيها. المستشفى رقم 1 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الكبار بالصعيد. المستشفى رقم 2 مستشفى شفا الأرمان لسرطان الأطفال بالصعيد.